السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الجميع يكون بخير. كنت وعدتكم ان انا بسوي لكم فيديو عن الفاكهة، ايه الفاكهة المسموح بيها ان احنا ناكلها في الرجيم، وايه الفاكهة المش مسموح بيها، يعني اللي ما ينفعش ان احنا ناكلها او ناكلها بكميات بسيطة جدا. الفاكهة اللي مسموح بيها ان احنا ناكلها في الرجيم، اول حاجة في المرتبة الاولى البرتقال، تاني حاجة الكمثرى، الجوافة، اليوسفي، ممكن ايه تاني، شو اسمها، الكيوي. الكيوي الكيوي من افضل الاشياء. الكرز لو في او لو متاح. لا اله الا الله. قلنا الفاكهة، الاشياء دي كويسة جدا، تاكل منها عادي اي كمية، بالذات البرتقال، يعني البرتقال من افضل الاشياء لانه اول شيء فيه الياف عاليه جدا، وفيه بروتينات برضو، وفيه شو اسمه هذا، فيه املاح مفيده للجسم، في فيتامين سي. بس على فكره في معلومه خطا، وانا برضو زي الناس كنت فاهمها خطا، ان البرتقال هو اكتر شيء فيه فيتامين سي. لا ده مش صح. اكتر شيء فيه فيتامين سي، ودي يمكن تكون مفاجاه لناس كتير، الجوافه والكيوي، ايوه، والفراولة برضو فيها. والفراولة برضو من الفاكهة اللي ممكن الواحد يأكلها، كويسة جدا. أما بقى الفاكهة اللي المفروض إحنا يعني نوعا ما ما نقربها، أو لو خدنا منها ناخد بسيط جدا، أول حاجة الموز. الموز، لا إله إلا الله، الشمام، التمر. التمر سبحان الله، يعني فيه نسبة سكريات عالية جدا جدا، أو لو خدنا ناخد زي السنة، يعني زي الرسول ما قال ناخد 3 الصبح عادي، ان شاء الله مش هيأثروا بحاجه، يعني بناخدهم مع الفطار، لكن انك تاكل منه كميات كبيره، لا لا، ده مشكله خالص، ومش حلو، مش حلو خالص يعني، هتزود وزنك، مش هتعمل حاجه يعني. احنا قلنا الممنوع التمر، الموز، العنب. العنب 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 خطير، العنب، لان السكر اللي فيه عالي جدا. الموز، التمر، العنب، التين، المانجا، الأشياء دي صعبة يعني، زي ما قلت الموز ممكن ناخد ربع موزة لو في حد بيحب، أما موزة كاملة والله صعبة، وبالذات كل يوم لا، صعبة جدا. زي ما قلت لكم الفاكهة اللي أنا قلت عليها في الأول فيها ألياف عالية، فيها ألياف عالية وكويسة، وزي ما قلت لكم إحنا في فترة الرجيم عايزين حاجة فيها ألياف، يعني حاجة عشان المعدة، عشان الله يكرمكم ما يجيش امساك للشخص اللي عامل رجيم، لان كمية اكله بتكون بسيطة وبتكون معتمدة اكتر على البروتين، والبروتين بياخد وقت في الهضم، زي مثلا اللحمة المشوية، الدجاج المشوي، اي شيء مشوي هو بياخد وقت وبياخد سعرات حرارية، بيخلي الانسان يفقد سعرات حرارية عالية وهو بيهضم، فبالتالي ما ينفعش الحاجات دي خالص ان احنا ما ناخدهاش، لازم اساسي اللي بيعمل رجيم لازم يحط بباله الالياف، الالياف ثم الالياف ثم الالياف، اللي هي زي ما قلت الورقيات، الخضار عامه، الكوسه، الفاصوليا، البسله برضو فيها نسبه سكر عاليه، نقول الكوسه، الفاصوليا، لا اله الا الله، البروكلي. البروكلي رهيب 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 رهيب. الارنبيط او زي ما بيسموه هنا الزهره. الملفوف ممكن يتعمل بطريقه معينه، انك تقطعه مع بصل مع طماطم مع توم وتشوحه كده في زيت زيتون، يجي حلو، وجبه كامله متكامله. السلطه، السلطه يعني مهما قلت على السلطه مش هكفي فيها، السلطه مهمه جدا. وبعدين السلطه في ناس فاهمه السلطه غلط، فاهمه السلطه دي عباره عن خيار وطماطم، لا السلطه مش كده خالص، السلطه حط فيها كل حاجه، خيار، طماطم، بقدونس، جرجير، خس، جزر بسيط لان الجزر فيه نسبه سكر عاليه، جزر بسيط، اي حاجه، اي خضروات انت حابب، سبانخ عادي، السبانخ جميله ومفيده جدا، وعلى فكره اكلها ني يفيد اكتر من اكلها مطبوخ، لان سبحان الله ربنا خلق الاشياء دي كلها فيها نسبه الياف، وانك تاكلها طازه او نيه من غير ما تطبخها بتستفاد من كل اللي فيها. تاني شيء في حاجة مهمة جدا نسيتها، لا إله إلا الله،
التفاح الأخضر، التفاح الأخضر ده من أبدع ما يمكن، من أبدع ما يمكن. جميل جميل جميل. الناس اللي عاملين رجيم وبيجوعوا كتير ممكن تاكل تفاحة، يعني مثلا بين الوجبات بين الفطار والغدا مثلا أنا جعت أكل تفاحة عادي، أكل برتقالة، يوسفي، كمثرى، جوافة، خوخ، ماشي، مشمش، بس مش كتير، واحدة اتنين يعني. الحاجات دي حلوة، أول شيء بتحسسك بالشبع، تاني شيء بتديك برضو الحاجات، لأن اللي بيعمل رجيم هو بيفقد برضو مع إنه ما بياكلش كل حاجة، بيفقد كمية كبيرة من الأملاح اللي بتكون موجودة في جسمه، مع إنه بيشرب مية كتير. سبحان الله، الأملاح بتنزل مع الموية، الأملاح اللي هي النافعة مو الأملاح الضارة، وأنا بقصد الأملاح اللي تتجمع على الكلى الأملاح هذه، لا أنا بقصد الأملاح النافعة. لأن الأملاح نوعين، في نوع ضار اللي هو الملح، اللي هو الملح العادي اللي احنا بناكله، بيتجمع أحيانا يعمل، الله يستر علينا وعليكم يا رب، بيعمل حصوات على الكلى، فدي أملاح ضارة. وزي ما قلت لكم أنا بستخدم ملح البحر، الملح الخشن، الملح المعدل ده مش كويس خالص خالص يعني، وبسيط، شيء دوب بتستسيخ في الأكل، ما هو بلازم يكون مش يعني. من ضمن الحاجات المهمة زي ما قلت برضو التفاح، لو عايز تشرب حليب، لو من الناس اللي بيحبوا الحليب اشرب حليب في الفترة اللي انت فطر فيها، يعني من 8 الصبح لين 5، انا بوقف اكل الساعة 3 بس لين 5 عادي يعني، ما فيش مشاكل، المهم يأدي للمغرب وانت خلاص الاكل ده استوب عليه خلاص. مش عايزة اطول عليكم، انا والله عايزة اتكلم كتير بس بحس ان الفيديوهات طويلة والناس بتمل، فشوية شوية مع بعض كده، وان شاء الله للحديث بقيا، كان في العمر كان باقي في العمر، فان شاء الله هنا نتكلم تاني. وبس زي ما قلت لكم بقى، ما تنسوش يا جماعة اللايك بالله عليكم، يعني بس عشان القناة تتشاف بس فقط لا غير، والله يجزاكم خير. يلا سلام عليكم.